التفاح مع البربا كي تغسلوا جميع الأعضاء، يعني الكبد والمعدة والمرارة والأمعاء والكيلية، جميع الأمعاء كي تغسلوا حتى المتانة. فلما لا ولما لا البربا والتفاح كيتزامنوا كيكونوا في نفس الموسم. معجزة غذائية وعلاجية في نفس الوقت لغسل الأمعاء والجسم وعلاج القبض الرقم واحد. لهذا سيدتي تبعي معي الفيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير، وكذلك نبقوا مع فوائد الدكتور الفايد. وما تنسوناش من لايكات ديالكم للتشجيع فقط، ونبدأ ببركة الله ونقوله بسم الله. وما نساوش أنصليوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ ببركة الله. إلى التقى مع الباربة التفاح، إلا اجتمع مع البنجر، هذه الباربا اللي كنسموها حنا الشمندر الأحمر، إلا اجتمع مع الباربا، غير هي الباربا ما ياخذوش الناس ديال السكر، لأن فيها حلوة فيها سكروز يعني، ولكن الناس اللي ما عندهمش السكر إلا جمعوا التفاح مع الباربا كيتغسلوا جميع الأعضاء، يعني الكبد والمعدة والمرارة والأمعاء والكيلية، جميع الأمعاء كيتغسلوا حتى المتانة. فلما لا ولما لا الباربا والتفاح كيتزامنوا كيكونوا في نفس الموسم، لما لا؟ ثم هذا الأخت جزا الله خيرا نبهتنا، يعني التفاح إلا تطحن ممكن يتطحن حتى بدوك النواة ديالو، ديك العظومة الداخلية البدر، لأن هذوك النواة ديال النواة ديال التفاح فيها واحد الفيتامين بي دي 7 لاميغدالين، وهي جيدة. هذه كيكونوا مرين، ولكن النواة ديال جميع الفواكه كيكون فيه شوية أكسالات زايدين، ما يضروش لأن كيكون قليل جدا، يعني التفاحة الداخل عندها واحد 5 أو 6 ديال العظام الداخل فيها، ما غاداش يعني التركيز ديال الحمض الأوكساليك ما غاديش يكون يعني كثير جدا، فهو لا يضر يعني بالكمية اللي شنا فيها. ولكن حتى يعني الله سبحانه وتعالى كل الأشياء يعني وضع فيها حكمة، الزريعة ديال القرعة فيها حكمة، هناك من مكونات لا توجد إلا في بذور ديال النواة القرعية، لا توجد إلا فيها السيلينيوم وحمض الأوميغا 3 والتريبتوفان وفيها المانيزيوم، يعني لا السيلينيوم، لا هذه الأشياء لا توجد مجموعة إلا في زريعة القرعة. سبحان الله، هكذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ليس هناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى عبث، حاشا ما عاد الله، إنما الناس يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الأغذية ديالهم. ثم هذه الفواكه تفاح وما إلى ذلك، هنالك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فواكه بالإسم اللي هي العنب، العنب والتين والزيتون والرمان والأشياء هذا، وذكر شجرة ما عندهاش ثمار، ريحان، ذكر الريحان في آيتين، وذكر أشياء يعني أخرى ليست غذائية مثل الأتل والسيدر والخمط والأتل، هذه أشياء ليست غذائية كان في سورة 7. لكن التعبير في القرآن العام الذي يخص كل الفواكه كان في سورة النحل. ومن بعد ما سمعنا الفوائد الهامة والعديدة، وهو عصير الباربا أو البنجر أو البيتراف كل واحد واش كيسميها، والتفاح كيف ما شاهدتوا معايا مزجناه مع الليمون أو عصير الليمون، ممكن مزجوه حتى مع الماء. نتمنينا لإعجابكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا و100 ألف مرحبا بالمشتركين الجدد، وإلى اللقاء في وصفة مقبلة إن شاء الله.